المهدي علم تقوى وسطية أخلاق. ترقب في الساعة 9 مساء البث المباشر لمهرجان 26 المهدي علم تقوى وسطية أخلاق، والذي تقيمه هيئة الراب والشؤون المهدوية ومشروع الشباب المسلم الوعد، وتحت شعار الراب والشور يصنع أنصارا لله أنصارا للمهدي، وبمشاركة نخبة من الذاكرين والرواديد من الأشباح والشباب. وسيتضمن المهرجان أمسية قرآنية تحت شعار التربية المهدوية في رحاب القرآن. المحاضرات التي يقام فيها المهرجان: الحلة الجمعة 25 رمضان لعام 1440 للهجرة، الأحد الديوانية 27 رمضان لعام 1440 للهجرة. لمشاهدة بث المهرجان على المركز الإعلامي يمكنكم متابعتنا عبر الروابط التالية.